الصحة هي كل ما نتمناه لعائلتنا ولكل من يهمنا أمرهم كل يوم. في العالم المتقدم اليوم يتمتع الناس بصحة أفضل من أي وقت مضى، ولكن ما مدى توافر وإمكان الوصول إلى الرعاية اللازمة كحق أساسي؟ قد يكون هذا الحق أمراً مسلماً به لدى الكثير منا في الدول المتقدمة، لكن إحدى التبعات غير المقصودة للعولمة الاقتصادية والنمو تكمن في تفاقم حالة عدم المساواة بين المجتمعات الغنية والفقيرة وتزايد حدتها. يحرم ملايين الأشخاص من الحصول على الرعاية الصحية الأساسية بسبب مكان ميلادهم وإقامتهم. سرعان ما تحولت هذه القضية إلى واحدة من القضايا الأكثر إلحاحاً في المجتمع البشري، ولذا فإن التصدي لتحدي الرعاية الصحية هذا يجب أن يصبح واحداً من أهم أولوياتنا بأسرع ما يمكن. وعبد اللطيف جميل للرعاية الصحية هي استجابة منا بتركيزها على تسريع الوصول إلى الرعاية الصحية الحديثة من خلال الابتكار والتكنولوجيا، ونحن نعمل على تلبية هذه الحاجة وفتح أسواق توزيع جديدة لمصنعي التكنولوجيا الصحية والأدوية. ومن خلال استثماراتنا وشراكاتنا مع الجهات الحكومية نعمل على جلب أفضل الحلول الصحية الحديثة للمناطق النامية حول العالم. نسترشد بالفلسفة والرؤية التي أرساها مؤسسنا قبل 75 عاماً وتجربة عائلة جميل في ميدان العمل الخيري، والتي تتضمن إنشاء أول مستشفى لإعادة التأهيل غير هادف للربح في السعودية، وعيادة جميل لتقنيات التعلم الآلي في مجال الرعاية الصحية بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، ومعهد عبد اللطيف جميل لمكافحة الأمراض المزمنة والأوبئة والأزمات الطارئة في إمبيريال كوليدج لندن. واليوم نواصل توسيع هذا الالتزام لتحسين حياة ورفاهية الفئات الأكثر حاجة في العالم. في عبد اللطيف جميل للرعاية الصحية نؤمن أن مكان الميلاد أو مدى القرب من البنية التحتية أو الفقر يجب ألا يكون عائقاً أمام الحصول على الرعاية الصحية المناسبة. نستثمر في طموحنا لبناء شركة توزيع عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا الطبية من خلال عملائنا من الشركات والجهات الحكومية وشركائنا، ومحفظتنا الواسعة من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في التقنيات الصحية الواعدة. وهذا الهدف يجري العمل على تحقيقه بالفعل. تستقطب بصمتنا العالمية وتراثنا العريق أفضل المواهب والشركاء في مجال العلوم والتكنولوجيا الحيوية والقطاع الأكاديمي والتجارة والصناعة، وتتواصل مساعينا للاستفادة من أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا الصحية لإتاحة الوصول إلى رعاية صحية ميسورة التكلفة عبر أسواق متنامية مثل أمريكا اللاتينية وأفريقيا والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا واليابان والصين. نواصل البحث عن شركاء يشاركوننا رؤيتنا نحو تحسين الحياة وسبل العيش للانضمام إلينا في الرحلة، ونعمل حالياً على تطوير قدراتنا في مجال الأجهزة الطبية وتوزيع الأدوية ومعدات التشخيص، وسنعمل على تقديم مجموعة شاملة من القدرات المتكاملة بحيث تصبح عبد اللطيف جميل للرعاية الصحية منصة لتقديم خدمة شاملة ومتكاملة للعملاء، مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات شركائنا من الشركات والجهات الحكومية من خلال عرض متكامل من التسجيل إلى التوزيع والترويج وحتى الخدمات التنظيمية، حتى يتساوى متوسط العمر المتوقع في كل بلد حول العالم، ويصبح الوصول إلى الرعاية الصحية في البلدان النامية بنفس مستوى العالم المتقدم، وإلى أن يصبح الوصول إلى الرعاية الصحية حقاً أساسياً من حقوق الإنسان. عبد اللطيف جميل للرعاية الصحية تسعى إلى تسريع إتاحة الرعاية الصحية لمن هم في أمس الحاجة إليها.